بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم يا ربنا اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونور قلوبنا ويسر غيوبنا واجمعنا على الحق في الدنيا والآخرة وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحبب لنا الخير واحشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم سهل علينا أمور الدنيا واسترها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين آمين. وصلاة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاللهم يا ربنا صل وسلم صلاة تامة كاملة على سيدنا النبي المصطفى المجتبى وجازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه وشفعه فينا يوم القيامة وانفعنا به في الدنيا والآخرة أحينا على شريعته وأمتنا على ملته وابعثنا تحت لوائه آمين. يسأل سائل فيقول: ما صفات العبد الرباني وكيف نحاول أن نتحلى دائما بالبعد عن حب الدنيا ومتاعها ونحن دائما نسعى للنجاح فيها بما يرضي الله ورسوله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حل هذا الإشكال، الفرق بين الدنيا والحياة. فنحن قد أمرنا بحب الحياة، فهذه الدنيا حياة لكنها جزء صغير من الحياة، ثلاث دقائق كما حسبناها مرارا، لو عشت 100 سنة يبقى جلست 3 دقائق. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحقيقة والحياة الأبدية المستمرة التي هذه الدنيا جزء بسيط منها هي الحياة الآخرة. فنريد في هذا الامتحان والاختبار الدنيوي أن ننجح حتى ننال رضا الله وثواب الله وجنة الله في هذه الحياة الممتدة خالدين فيها أبدا، ويذبح الموت بين الجنة والنار ويقول: يا أهل الجنة خلود لا موت بعده، ويا أهل النار خلود لا موت بعده. ولكن معبر الدنيا هو الذي فيه الثواب، هو الذي فيه الاختبار، هو الذي فيه الامتحان، هو الذي فيه التكليف. فنحن نحب من الدنيا الحياة ونكره من الدنيا دناءتها وكدرها ونكداها، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنها لو ساوت جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. إذن فهي يعني الدنيا شيء ليس مرغوبا فيه. وسميت الدنيا لأنها قريبة منا ومن شهواتنا ورغباتنا، ولأنها دنيئة. أما الحياة أبدا، الحياة افتخر الله علينا بها فقال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالله هو الحي القيوم الذي ظهر وتجلى باسمه الحي على هذه الكائنات، فأصبحت الحياة لها احترام. وفي الفقه يقول: ويجوز لك التيمم إذا كان معك ماء يحتاجه ولو حيوان محترم، يعني بقرة غنمة بس كمني فيها حياة كده اهو تبقى محترمة.
ويبقى نحافظ عليها ونتيمم والمية قدام، عشان المية دي محتاجها خروف ولا محتاجها معزة. إذن فالحياة ممدوحة ولكن الدنيا مذمومة، ولأن الدنيا تطلق على هذه الفترة ما بين الميلاد إلى الوفاة فلها وجهان، وجه هو يمثل الحياة ووجه هو يمثل الكدر والنكد والرغبات والشهوات والدنايا. والذي أمرنا الله به أن نتمسك بالحياة فحرم علينا الانتحار. ولو كانت الدنيا بمعنى الحياة فقط وأن الدنيا ذميمة فالحياة ذميمة لأمرنا بأن يقتل أحدنا نفسه وأمرنا بالانتحار، لكنه لم يفعل، بل رغب فينا الحياة لأنها من عنده جليلة. فالنبي حل هذه المشكلة: أنا أريد أن أكون ناجحا في الدنيا، فما هي الأعمال التي أفعلها هكذا؟ فقال فيما فهمه عنه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والمتحدثين والمحدثين المتصدرين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول ابن الحاج في المدخل: فالفرق الذي بيننا وبين الجيل الأول من الصحابة أنهم كانوا يحولون كل شيء من أفعالهم بالنية لله، فإذا لبس ثوبا جليم جميلا غاليا نوى إظهار نعمة الله عليه، وأما بنعمة ربك فحدث، فيشعر أنه وهو يلبس الجميل الجليل الغالي أنه يطيع الله، وأنه يفعل هذا من أجل إظهار نعمة الله عليه، ثم يضيف إليه نية أخرى وهي أن يراه الفقير ويرى سمته فيذهب إليه يطلب منه حلا لمشكلته، محتاج علاج، محتاج مال، محتاج معونة، محتاج شفاعة. فيتحاب الناس ويرضى الله، يرضى الله وأنت تلبس هذا الثوب. أما لو لبسته كبرا وبطرا وفخرا وتعاجبا فإنك قد ارتكبت إثما، لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، والملبس واحد، إلا أنه توجه بالنية. ما بين أن يكون ثوابا وما بين أن يكون عقابا، هو لبس واحد. إنما الأعمال بالنيات، ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن نحول كل حركاتنا وسكناتنا في هذا الكون بالنية لله. فإذا أكل نوى التقوي على العبادة والتقوي على عمارة الأرض والتقوي على تزكية النفس وامتثال أمر الله فيه أنه أحوجنا إلى الأكل والشرب، يعني أمرنا بالأكل والشرب، قال تعالى: وكلوا أمره واشربوا أمره ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن الأفعال كلها التي تتعلق بالدنيا ستصبح للآخرة من حركات وسكنات، وليس الذي هو للآخرة
محض العبادة، بل إنها هي الإناء الذي تضع فيه مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلا بد من الصلاة، ولا بد من الصيام لرمضان، ولا بد من الحج لبيت الله الحرام ولو مرة في العمر، ولا بد من إخراج الزكاة، ولا بد من إعلان الشهادتين، وكل هذا يعد إناء لا بد منه، وبدونه تذهب الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، إذن هم عملوا، وقد يكون عملوا لوجه الله أو الخير، فجعلناه هباء منثورا مثل الماء بدون إناء. الماء بدون إناء هدر خلاص، مش هتعرف تستفيد منه. أما الذي في الإناء تشرب فيحدث الرية ويذهب العطش وتستفيد منه كده. والذي ليس في إناء ابحث عنه بقى، روح شوف هو موجود فيه، ده خلاص لا وجود له. إنما الأعمال بالنيات. لما عرف العلماء المتصدرون أهميته وأنه مفتاح يكاد يكون لكل الدين، جعلوه أول حديث في كتبهم، فصدر الإمام البخاري صحيحه بحديث عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والفعل واحد، هاجر وهذا هاجر، ولكن هذا جعل الهجرة لله، وهذا جعل الهجرة لمصلحة يتغياها، فأثيب هذا وأعطي هذا على قدر ما نوى، فادخر هذا ثوابه في الآخرة بقية الحياة، الحياة الحقيقية، وضيع هذا ما له في الدنيا في نعمة البصر، نعمة الصحة، نعمة الغنى، نعمة أي نعمة من النعم. هذا هو الحال. فصفات العبد، كيف نجمع بين مفهوم الدنيا ومفهوم الحياة؟ الحياة هي الأساس المستمر المضطرد المرضي عنه، الذي أمرنا الله بالحفاظ عليها حتى في صورة البهيمة. ولكن الدنيا هي شهوات ورغبات نظمها الله لنا، وحد لنا حدودا، ورسم لنا خطوطا لا نتعداها، ومن يتعدى حدود الله إذن فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله فلا تعتدوها. سائل يسأل: كيف ندعي للمتوفى من قديم، يعني ما يتدير 10-20 سنة، ندعي له وماذا نقول؟ فكرة أن اليوم عند الله 50,000 من عندنا تجعل تلك الأرواح التي صعدت إلى باريها كروح السيد النبي صلى الله عليه وسلم 1400 وشوية سنة، والساعة 2000 سنة، يعني لينا كمان 600 سنة علشان يكمل ساعة. يعني النبي انتقل من 3/4 ساعة، من 40 دقيقة. ولذلك فالأرواح في هذا العالم الذي تختلف قوانينه عن قوانيننا يصلهم الدعاء. أبو 10 و20 سنة و40 سنة ده حاجة يعني
ده لسه دقيقة واحدة، ده هو يا عيني واصل اديله دقيقة 33 سنة وتلت، يبقى واصل اديله دقيقة واحدة. فمحتاج يعني شوية انوار، شوية سكينة، شوية رحمة، عايز يعني يعمل جو كده. فبتوصل له الهدايا، تقرا له الفاتحة وتهب ثوابها، ختمة وتهب ثوابها، الدعاء كذا، او ابن صالح يدعو له. ومن دعائك اللهم هب مثل ثواب ما فعلت لروح أبويا وأمي وأخويا وأختي وخالتي وعمي وجدي وجدتي. وربنا واسع، تطلع الحكاية دي فوق تتوزع في الملفات بتاعتهم. الروح قاعدة دي لا دلوقتي يعني دقيقة نص دقيقة، فيدخل عليهم هدية ومكتوب عليها ابنك فلان. قم يدعو لك كمان، يعني الحكاية الدعاء بتاعك هتاخد جزاء، يعني خاصة الأنبياء والأولياء ما يحبوش يعني منا من حد. فلما يصل هذا قال فيرد الله إلي روحي فأجيبه السلام، قال فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، عليه الصلاة والسلام. قال مررت فيما أخرجه البخاري على قبر موسى وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. هون الكلام واضح، أوضح من الواضحات أن موسى يصلي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على حالة اتصال دائم بقلوب ضارعة لله رب العالمين، وأنه لا يترك أمته لأنه يحبها حتى يوم القيامة. يقول له الله سبحانه وتعالى يا محمد أنا أرحم بهم منك، لما يشوفوا الآن شوية علينا كده سيبهم لي، يعني أرحم منك يا محمد، أنت فكرت يعني أنك أنت يعني أرحم مني، أنت رحيم بأمتك، اسكت بقى خلاص أنا هعمله. وهو رحيم سبحانه الرحمن الرحيم. فإذن النبي يحبنا وربنا يحبنا لأننا صنعته، فإذا آمنا به أفاض علينا من حبه سبحانه وتعالى، لأننا في نعمه المتوالية المتتالية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فادعوا لمن مات قديما أو حديثا، اللهم اغفر له، اللهم وسع مدخله، اللهم أنزل السكينة على روحه، اللهم أدخله الجنة، اللهم شفع فيه نبينا، اللهم اللهم باللي تقدر عليه، كما لو كان حيا، لأن الأرواح بإجماع المسلمين بل وسائر أهل الديانة حية لا تفنى. كل المسلمين يعتقدون في الروح أنها تبقى، حتى عندما يأتي الأمر الإلهي بهلاك كل شيء فإن الروح من الأشياء التي تبقى. يسأل فيقول هل صحيح أن الإمام الغزالي وأن الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم أنكروا السببية وأنكروا العلاقة بين السبب والمسبب والتفاعلات بين المواد كالنار وأثرها في الحرق؟ لا، أمال هم سموه سبب ومسبب ليه؟ ما أنكروش، إنما شرحوه. يبقى شوف الكلمة، اللي ما يفهمش يقول عدس يقول بطاطس، في سبب وفي مسبب. السكين تقطع بها اللحم والزبد، النار تحرق بها أو تشوي بها اللحم، يبقى في سببه. الماء تشربه يحدث الري،
ما يحدث التهاب في الزور ابدا. ده يحدث تشعر كده بان العطش راح. ايه بقى العلاقة بين السبب وبين المسبب؟ هل هي علاقة ذاتية؟ ذاتية يعني ايه؟ يعني تعمل بنفسها. قال لا، ما تعملش بنفسها. قال طب يعني مش ذاتية. قال لا، الفاعل الذاتي هو الله فقط. الفاعل الذاتي هو الله. فانت عايز كده كأنك تقول بتعدد الآلهة، يبقى النار إله والماء إله والهواء إله والنوم إله وأي حاجة في أي حاجة إله. لماذا؟ لأنها تؤثر بذاتها. يبقى إذن قولنا بذاتها يقتضي تعدد الآلهة. وإيه تلت القرآن؟ وإيه عمود الإسلام؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. عمود الإسلام كده. تدخل الإسلام إزاي؟ لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى لا النار إله ولا المية إله ولا الشجر إله ولا البقر إله ولا العبط إله ولا أي حاجة. ده لا إله إلا الله. واخد بالك؟ ونيجي عاملين إيدنا كده هو. ها؟ واحد أحد، فرد صمد، حاجة أوضح من الواضحات وأجلى من البينات. فقال له طيب برضو عايز بس ألاكك شوية في الكلام، عايز أفهم العلاقة بين السبب والمسبب دي مش الذات. قلت له لا مش الذات. قال لي طيب خليها مش الذات علشان تقولوا انه لا اله الا الله محمد رسول الله، ها مش هنضايقكم. طب عايزين نقول انها بالطبع الذي خلقها الله فيه، بالطبع بوس، توكلنا على الله، تبادل البوس، يلا. يبقى بالطبع طبيعة المية بتحدث كده، طبيعة النار طبيعة وهكذا. نروي يعني ايه بالطبع برضو؟ ما احنا بلد مش فاهمين. تقصد ايه بالطبع؟ ما هو الاحسن يكون شال بالذات وحط بالطبع هي هي. قلنا له تقصد ايه بالطبع؟ قال اي لا تتخلف ابدا. يبقى كل نار تحرق، كل ميه تروي، كل هوا يعمل مش عارف ايه وهكذا، لا تتخلف ابدا. قلنا له والله لا يا اخويا، دي ساعات بتتخلف على سبيل امر الله، يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فكانت بردا وسلاما على ابراهيم. وسيادتك كده تنكر المعجزات، دي اول خطوه لانكار المعجزات. اذن فالعلاقة بين السبب والمسبب علاقة طبيعية لا تتخلف أبدا، يؤدي إلى إنكار المعجزات وهو مرفوض. يبقى أول واحد يؤدي إلى إيه؟ إلى الشرك. والتاني يؤدي إلى إيه؟ مش إلى الشرك ولا حاجة، ده يؤدي إلى نفي المعجزات. برضو رفضينها إحنا كده. شوفوا الأشاعرة فكروا لغاية فين؟ لأنهم سادة المسلمين، ولأنهم حافظوا على ما تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ولكن بمصطلحات وأساليب ترد على الفلاسفة والحكماء والمفكرين
وكذا إلى آخره. قالوا طيب العلاقة بين السبب والمسبب لا تتخلف عادة، ايه رأيكم؟ قلنا له ما هو ده الكلام الصحيح، موافقين. يبقى لا تعمل بذاتها، لا، لانه هيؤدي بها الى ايه؟ الشرك. لا تتخلف ابدا، لا، لانه هيؤدي بها الى انكار المعجزات. طب وما لا تقولوا ايه؟ لا تتخلف، انما عاده. عاده يعني ايه؟ يعني تحط ايديك تتلسع، نجيب واحده ست تحط ايديها تتلسع، نجيب طفل صغير نقول يمكن الكبار بس هم اللي بيتلسعوا يتلسع، نجيب واحد مش مسلم يتلسع، مصري يتلسع، ماليزي يتلسع، اندونيسي يتلسع، كله يتلسع. يبقى لا تتخلف. طب ما هو لا تتخلف، قال لا بس مره اتخلفت على ايام سيدنا ابراهيم اتخلفت. يبقى نقول ايه؟ بلاش ابدا دي، انما نقول عاده. يبقى اذن العلاقه بين السبب والمسبب اما ان تكون تعمل بذاتها فلا، او لا تتخلف ابدا فلا، او لا تتخلف عاده، وهو كلام الاشاعره رضي الله تعالى عنه. ها نيجي بقى عايزين نلعب، يقول لك طب معلش، هي العلاقه التي بين السبب والمسبب حتمية ولا ضرورية ولا دائمة؟ تاخد بالك، حتمية ولا ضرورية ولا دائمة؟ قلت له برضو أعرف الكلمات اللي انت قاعد ترصها جنب بعض، عشان كلمة حتمية مش موجودة في الكتاب والسنة، وأنا ما أقدرش أقبل منك حاجة إلا لما أفهمها. أفهم الأول حتمية يعني إيه؟ تقصد بالحتمية إيه؟ قال لي يعني أنها تعمل بذاتها. قلت له يا هلا مش هينفع. قال لي طب ضروري، قلت له تقصد بالضرورية ايه؟ قال يعني لا تتخلف ابدا. قلت له يا لا يا واد يا واد مش هتنفع، لا تتخلف ابدا تعمل بذاتها مش هينفع، مش هتنفع معايا الدور ده. قال لي طيب دائما، قلت له دائما على سبيل العادة، ما هو ما حدش يضحك عليا بقى، دائما يبقى على سبيل العادة مش على سبيل الطبع ولا الأبد ولا الذات ولا الكلام ده. لما يترتب على ذلك من مخالفة لعقيدة المسلمين أن الله أرسل الرسل وأجرى على أيديهم المعجزات التي على مثلها آمن الناس، وأن الله الذي خلق قوانين العالم وسننه قادر على إيقافها بكن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومثال ذلك إسراء نبينا صلى الله عليه وسلم ومعراجه. الرحلة من مكة إلى القدس كون إنها تاخد ثانية ما يجراش حاجة، إيه يعني بسرعة أوام كده. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك قبل أن يرتد إليك طرفك. نقل عرش بلقيس من اليمن لفلسطين في رمشة عين، جايز. أما المعراج فذا راح إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. إذ ده بيننا وبينها دي الثقوب السوداء،
هل هي منتهى العالم أم مبتدأ؟ خلاف بين المفكرين والفلكيين والفيزيقيين، هي منتهى ولا مبتدأ؟ يعني أنا لما عديت ثقوب كده أروح لعالم تاني يعني، فهي منتهى ولا هي مبتدأ شيء آخر؟ فلو تأملت القرآن يقول لك سدرة المنتهى. الله، طب وهو كان حد في العرب ولا في العجم ولا في حد أي حد عارف المنتهى والمبتدأ؟ أي احنا بنقراه خلاص سدرة المنتهى، وبعدين يجوا يتخانقوا وما ملهمش دعوة بالقرآن. هو المكان ده الذي تحدث فيه العجائب بقوانين أخرى خارجة عن القوانين المربعة الكونية، الطول، العرض، العمق، الزمن عند أينشتاين، ده خارج الحدوتة دي. هو مبتدأ ولا منتهى؟ ده بحث. طب ايه رأيك ان انا بقولك وانا مش فاهم حاجة ده منتهى؟ ليه؟ ما هو ربنا قال سدرة المنتهى، ما قالش سدرة المبتدأ. ويعني يا خي لو كان قال سدرة المبتدأ كنت هتفهموا حاجة؟ طب والله ما كنت فاهمين حاجة برضو. نبي مقيم، القرآن ده نبي مقيم في وسطينا، قاعد يجاوب علينا، والغافل غافل واللي مش غافل مش غافل. ف ازاي النبي انتقل من بيت المقدس لهنا اذا كان ده بينها مليارات السنين الضوئيه؟ بكون فيكون، لان النبي لو تحول نورا وضوءا ما انتقل، كان انتقل في مليارات السنين. لكن الله لا قال له كن في السماء الاولى فكان، كن في السماء الثانيه فكان، كن في السماء السابعه فكان. طب وفي حد شاف؟ لا. يبقى فايدة المعجزة دي ايه؟ تثبيت قلب النبي. وفي هذه الليلة عرف انه سيد الكائنات. ادي الفايدة بتاع الاسراء والمعراج. بس انا ما شفتش. ما انت شفت حاجات كتير غير كده، شفت الحصى وهو يسبح، وشفت الماء وهو يسقي الجيش، وشفت الطعام اللي بيسقي الجيش، وشفت الدعاء المستجاب، وشفت حنين الجزع، وشفت الإبل وهو بيشكو له، وشفت الشجر وهو بيسجد له. ما انت شفت حاجات كتير، ورأيت القمر وهو ينشق، ورأيت حاجات كتير انت. لا بس ده اخويا اللي شاف. اهو شاف اخوك. وسمعت القرآن ورأيت إعجازا من كل مكان. وعلى مثل هذا آمن البشر. النبي عليه السلام روي عنه 1000 معجزة. لما الشيخ النبهاني رضي الله تعالى عنه جمع المعجزات عد 1000 وشوية، من ضمنها الحاجات اللي احنا بنقولها دي، ومن ضمنها عين قتادة. لما قتادة نزلت عينيه كده فراح عملها كده وخلاص خلصت، فكانت أحسن عينيه. يعني جايبة 6/6 والتانية 6/9، وهكذا. حاجة غريبة، حاجات غريبة عجيبة. دي اللي هي أن الله أوقف الأسباب. هو من الأسباب انه ايد النبي تعمل عيد قطادة كده فتجرى فيها عملية جراحية لوصل من قطع من الشرايين وكذا، وبعدين تبقى احسن عيناي. والله ده ما هو المعتاد، ولكن المعجزة امر خارق للاعتياد.
يأتي على سبيل التحدي. فالغزالي والأشاعرة لم ينكروا السببية إنما فسروها. شوف الفرق بين الإنكار وبين التفسير. هو علي إذني أقول إلا أنها تعمل بذاتها أو تعمل أبدا أو تعمل كذا وإلا يزعل مني. ادفل عيش حياتك. إحنا بنقول كده. ومع هذا التصور اتسق الكلام عقلا ونقلا وذوقا. ادي الحكايه. فاهمين حاجه؟ والله. طب ماشي من غير عدد. توكلنا على الله. طيب هل يجوز وانا حائض امسك السبحه؟ وما لا تمسكي ايه؟ ده هي السبحه ايام ما تكوني حائض بالذات دي بتاعتها كده. لان الذكر كان يذكر الله على كل حال، يعني سواء أكان صلى الله عليه وسلم جنبا يعلمنا أو كان على غير هذا يذكر الله على كل حال، قياما وقعودا وعلى جنبه وطاهرا وهو الطاهر المطهر دائما وأبدا أو كان جنبا. نعم. هل يجوز أن أمسك بالمصحف حتى أسمع لابن القرآن؟ امسك التليفون، ما تمسكيش المصحف الورقي ده، امسكي التليفون اللي عليه، لأنه دي فوتونز، والفوتونز دي لا تأخذ في اللمس عند الأربعة حكمة المصحف الورقي. لم أزر أبي المتوفى منذ أكثر من عام لبعد المكان. كان علي زين العابدين السجاد رضي الله تعالى عنه يقول: القرب والبعد في القلب، القرب والبعد في القلب لا في المكان. يعني وانت بعيد عنه اقرا له الفتحة، ادعي له، هب له الثواب إلى آخره. لكن حكاية الزيارة دي، ما هي الزيارة تتم بهذه الأشياء التي تصل إليه. هل يجوز لي أن أخذ قرضا وأنا في الديار الفرنسية من أجل سكن؟ نعم، الريال استيت في دول غير مسلمة حلال على ما كان من اتفاق. ليه؟ لأن كل العقود الفاسدة حلال مع غير المسلمين في بلاد غير المسلمين ما دام أقروها عندهم. يقول السرخسي: لأنها ليست محلا لقيام أحكام الإسلام فيها. هي فرنسا عايزة تطبق الإسلام؟ مش عايز، خلاص. عايزين ايه؟ عندهم نظام، نمشي مع النظام. ده عقد فاسد، ناخد العقد الفاسد ونعمله. فقلنا للسادة الحنفية: عندكم دليل؟ قالوا ربا العباس في مكة وقد أسلم يوم بدر، فإن النبي ظل يتركه إلى الفتح، فلما تحولت مكة دار إسلام قال: ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ما أضع ربا العباس عمي. يعني عارفه، يبقى عارف إن العباس شغال في الربا، سايبه يشتغل في الربا من سنة 2 لغاية ما اتفتح، مش عارف سنة 8، 6 سنين وهو شغال في الربا. ليه؟ لأنه دار غير المسلمين مع غير المسلمين، نظامهم كده. ما فيش دليل تاني؟ قالوا لنا في 8 أدلة. دليل التاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه على ثلث ماله. ركانه دواد كان بتاع مصارعة روماني. فالمشركين وهو جاي مرة كده أرادوا أن هم إيه؟ يأذوا النبي.
فقال له خلي بالك الراجل اللي هناك ده روح، ده اسمه محمد، واتخانق معاه كده، تهوش معاه واضربه علقه كويس. قال لهم طيب حاضر. فراح قال لي سيدنا الرسول يا رسول الله ويا محمد تصارعني؟ فالنبي فهمها ركان، ده بلوى يعني، ما حدش غلبه خالص. العيال بتوع المصارع الروماني ده تلاقيه كده هلف زي بتاع الباب كده. قال له على ثلث مالك يا ركان. قال له وهو كذلك. يعني هضربك وبعد كده ما انتش هتاخد حاجه، واخد انا الجايزه بتاعت المشركين. فالنبي عليه السلام مسكوا وعطروا كده بتاع لففوا في الهواء وراح مكوم. فقالوا لا انت خدتني على اخوانك. تاني قال له على ثلث مالك يا ركانة، لو شفت ذكاء تلت المال عشان يضربوا ثلاث مرات. فقام ركان، فالنبي عليه السلام عمل الحركة إياها وأكوم. قالوا لا خدتني على أخوانا برضو. طب آخر مرة؟ قالوا ما على تلت ملك الأخير. قالوا طب يا جماعة الأحناف، طب ما هو ده قمار، إيه هعمل معك ها مباراة على مالك وعلى تلت ملك؟ طب ما هو ده قمار. ولكنه مع ذلك جاز مع المشرك في وقت الايه في مكان دار غير المسلمين. فكل العقود الفاسده لان دار غير المسلمين ليست محلا لاقامه الاسلام فيها. عملوا برضو كده هو الثالثه. فركان وهو في الارض قال له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال ولك مالك يا ركان. ما خدش منه حاجه، لكن العقد دي كرم الاخلاق، ده حاجه تانية. لكن العقد يفهم منه الحنفيه انه جائز لهذا السبب. كذلك مناحبه ابي بكر، مناحبه ابي بكر اللي هي المراهنه اللي عملها مع المشركين في قضية غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. البضع من 3 لـ 9. فقال لهم بعد 3 سنين بالضبط الروم هتغلب، تراهننا؟ تراهننا اللي هي تناحبنا، المناحبة ايه المراهنة؟ والمراهنة دي حلال ولا حرام؟ حرام، عقد فاسد. فقال أناحبكم على 10 من الإبل بعد 3 سنوات هتغلب الروم. وذهب إلى النبي فقال له زد في الرهان وزد في المدة، احنا بضع يا 3 يا 9، انت ضيقت على روحك ليه 3؟ خليهم 9 وخليها على 100 من الإبل لانه مش ممكن تعدي البضع. فرجع اليهم ابو بكر قال لهم ايه رايكم لما نخليها 100 وعلى ابو 9 سنين؟ قالوا لها احسن، طبعا احسن. فوافقوا. فاخذ الحنفيه من هذا ان هذه المناحبه جائزه ما كانت في دار الكفار مع غير المسلمين. وفضلوا بقى يوردوا الأدلة بالشكل ده. وبعدين اللي طبعا الناس ما بتقراش، هنعمل ايه طيب؟ فده حرام، ده عمل، طب ما يمشي بقى. اما راح فرنسا يهب بيه، الأرض ضاقت بما على ما، خلاص يبقى يتخذ الأحكام الفقهية السارية وما يقعدش يتنطط زي الفولة في النار لأنه هو ما هوش فاهم حاجة أو لأنه تبع الإخوان المجرمين.
هل سماع القرآن مثل قراءته؟ له ثواب، وكل حاسة لها بكل حرف 10 ثوابات. السمع له حاسة، واللسان له حاسة، والعين أيضا في القراءة من المصحف لها حاسة، وكل ذلك مثاب عليه. هل ممكن أصلي بآية واحدة؟ يقول الشافعي أو بعض آية. الشافعي بيقول إيه؟ أو بعض آية، يعني ممكن تاخد لك سطر ولا سطرين من آية، من سورة، من آية الدين وتقول. كان عندنا واحد زمان كان اسمه حب الرمان، وحب الرمان ده كان يصلي حوالي بتاع 100 ركعة في الضحى، فكان يقرأ الفتحة ويقول مدهامتان الله أكبر بالشكل ده. صح، ما هو شافعي كان. ويقرأ حاجات غريبة جدا كده، إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر، فصل لربك وانحر الله أكبر، إن شانئك هو الأرض. أدي 100 ركعة اللي هو إيه، ركعتين 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 يخلص. وكان وشه أحمر كده هو كله، فسموه حب الرمان. هل حرام إننا لا نسجد عند قراءة سجدة؟ لا، سجود سنة، والنبي فعل الأمرين، سجد وترك السجود حتى يعلمنا أنها ليست فريضة. هل الشرع يعطي الزوج الحق في عدم إبلاغ الزوجة عند زواجه بامرأة أخرى؟ هو ليس من شروط الزواج أنه هو يقول لمراته ومتجوز مين ومطلق مين وحاجات زي كده، ولكن في حاجة اسمها مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق دي عالية، ده ضدها يعني يأباها إنه هو يروح يتجوز وبعدين يخبي ويعمل مش عارفه ويلف ويدور، كله ده يبقى ضد مكارم الأخلاق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا واهدنا إلى أحسن الطريق. اللهم علمنا الأدب معك. اللهم يا ربنا نور قلوبنا واستجب دعاءنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وعلمنا العلم النافع، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مديونا إلا سددت عنه. يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.